انا وين هذا شنو انا مرضي وانا دحام خليك صاحي معانا ولا تنام واسمع بيتك من هالكلام هاي هلا مرحبا يا باشا كل السلفة بشاشة وياكم بالصورة وبنور الشاشة يا باشا شاشة خلكم سوا خلكم انتو وانتي وانا مع مرضي ودحام كل واحد ياخذ دوره نبي طرب نبي نولعها نبي ليوة على طنبورة يلي رايح لحبابي خذني خذني وياك خل عينك على هذا وانا عيني على ذاك هدوني هدوني قلب رايح لك حروف مسلسل تراه وياكم ليري لك راحة هذا خوش كلام صاحي لا تنام جدام يلا جدام هذا خوش كلام خوش كلام صاحي لا تنام جدام جدام كل شي تمام يا سلام سلام مخرجنا تمام صاحي لا تنام كل شي تمام أسعد صوتي يوصل واحد يسمعني أخ خير عمي شفيك شفيني وأنا أمشي بهالفريج من هالحفر عثرت عثرت شنو يعني عثرت يعني تعركبت يا بنيتي يعني طح طحت من هالحفر هذه ما أدري متى يصبونا قار يفكونا بهالفريج ويه عمي عادي تعودنا اي والله خلي عنا شحن القار وهالحفر هذه انت قولي لي تعالي صج صار على معاملتك يا بنيتي ويه اي معامله ما صار شيء هذا انا كل مره يقولوا لي شيء مره يقولوا لي ضايعه مره يقولوا لي في ورقه ناقصه مره يقولوا لي صوره هويتك مو موجوده اخر شيء اخر شيء ما لقوا شيء كان يقولوا لي يبي لنا شهاده تثبت انك عايشه بس انت وساي مو عايشه عمي قصتم عايشة على قيد الحياة اي نعم لا حول ولا قوة الا بالله يا بنيتي انتي مشهورة والتلفون بيدك صوريهم افضحيهم لا تخلين حقك بس انتبهي يا بنيتي لا تكتبين اسامي كتبي مثلا ميم عين سين دال عمي عيست عيست وانا اصور واحط وانشر عمك اصمخ يا ركبي اخ ها عمي شفيك شفيش يا بنيتي مو طايح توني عثرت اخ يا ركب يا اخ مساك الله بالخير بلالي هلا ابويا هلا مرضيه انا وحده الصراحه عتبانه وزعلانه منك ليش بعد قبل كنت زينك خوش ريال راعي مبدا ذوق الحين تغيرت كلش من تكانه افا شو هالرمز المخبقه بعدين شو استكانه ما استكانه شوفي قولي لي قبل ما شاء الله الخبزه تبيعها على هالكبر إيش زينها؟ الحين كل مالك وتصغر الخبزة صارت نفس ذني شنو هذا؟ شو أسوي قولي لي؟ الأجار غالي الحليب غالي الطحين غالي مجبور
اي اعرف هذه البدايات تسند على هذه الاعذار علشان تالي تزيد علينا سعر الخبز بالفريج. يا ابوي يا مرضيه انا ابيع 20,000 خبزه صدقيك ما القى 30 ربية بس. قول الحمد لله احمد ربك. اي ارضي بالقسمه والنصيب لا تصير طماع واناني وجشع. ايش فيك ترى صفه شينه ما هي بزينه ولا شوف لا تخلي لي الحين انفذ تهديدي لك. خوفتيني خايف اقنفتي في التنور. مو مشكله بس صوريني؟ ايه حطي لي فلتر. يا هالليوات يا جماعه لعقوا علينا يا دحي يا حمايه المستهلك حرامي ونصاب يحط دود بالخبز هذا خبزته معفنه به زينه بيموتنا تسمم. ما مرضيه تخيلك. لا بس لا صوري لا صوري انا فضايح بعطيك لمده سنه خبز ببلاش. المهم انا ما احب اثقل 45 خبزة يجيب لي اياها البيت وصلهم انت عن اذنك. بصراحة يا جماعة انتم يا اهل الفريج اغلب مشاكلكم ما لها داعي وحتى ما حد يسمعها من المسؤولين. ايه والله انتم مو مشاكلكم تفشل انت وتفشلون. لا يا اخوي ربعنا تراهم من يوصلون فوق يسول لتحت معروفة. هذا ما وصله ولا يدلون الفوق يا معود. ايش قاعد يقولون علينا يا معود؟ خله على الله خله مستوره علي بشيء يا معود. يا معود والله العظيم بدل لا تسولفون هالسوالف روحوا شوفوا لكم شغله تستفيدون تستفيدون منها. خلونا عصب الحين انا بس سكر دكانك قاعد بالقهوه 24 ساعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا جماعة ترى أعلننا على اللي بيسجل حق الانتخابات. ها يرشح نفسه يعني حق الانتخابات. ايه افتحوا باب الترشيح. افتحوا باب الترشيح. ترشيح شنو؟ ترشيح عشان يصير في ممثل حق الفريج. الله أخيرا راح يسمعون صوتنا الحمد لله رب العالمين. واللي يبي يسجل يعني المديرية عشان يعبي بيانات. ها إن شاء الله. ايه وحريم ترى يقدرون يصوتون ويرشحون. ها يلا سلام عليكم. سلام ورحمة الله. سلام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شنو هذا؟ والله والله هذه فكرة حلوة ترى. اي والله يا معود خلي احد يطلع من الفريجة. معود يعرف مشاكلنا يعرف سوالفنا يوظفني يفكني من عمي هذا اللي اذاني على الانتين اللي يعطيني اياهم. اي والله. انت تضحك على شنو؟ على عمه. ايش ماك شيء يضحك؟ هذا حلم المديرية. والله ما في. اللهم لك الحمد. الحمد لله. الحمد لله كمان. فريج طايح حظ. فريج. أرخص فريج. أصب لك شوي؟ ما أبي أشرب. لا يبا لا 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 أنا وين وهالسوالف هذه وين؟ يا دحام يا دحام لا تقدر تنزل من قدرك يا ابن الحلال. أنت أكفأ واحد في الفريج يرشح نفسه. الله وزير لقبي حرم سعادة ممثل الفريج. بس يا جماعة هالسوالف هذه تبي واحد من ديوانية لديوانية ويوجب هذا ويقوم مع هذا ويفزع مع هذا وعلاقات وعشيات وأنا فلوس ما عندي. ايش فيكم؟ يا ابن الحلال هذه كلها أمور سهالات. أنت بس تنجح حبيبي بتشوف خير يا حبيبي. بيت سيارة معاش. تدري اللي أذكى من هذا شنو؟ إيه تموين ببلاش. تموين ببلاش؟ صراحة بديت أقتنع فجأة؟ إيه موضوع التموين هذا سجولة فقر. بس يا جماعة شلون نقنع عيال الفريج إنهم يعطوني أصواتهم؟ هذه لا تحاتي الريايل عندي أنا. أما الحريم عاد لعبتي عندي. زين وإذا واحد من عيال الفريج نزل من الذي يتجرأ إنه ينزل ضدك؟ إلا واحد اللي هو أنا. أنت؟ شنو مو صاحي؟ ليش تنزل مرضي عفاء؟ رضي من صدقك بتنزل ضد دحام؟ ما يصير. شكل من الاشكال. تمويه. حجز اصوات. حلو خلاص اذا هذه نبدا. بالموضوع. عاد انت منبوذ. ليش تسولفون شوي؟ ما في احد تسولفون شوي. اقول له عاد هو منبوذ عند اهل الفريج ان شاء الله بس بنبذل جهد. ان شاء الله. إن شاء الله يا رب.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا. هلا مرضي دحام، اكيد جايين، اكيد انتم جايين تسجلون حق الانتخابات، ها؟ اي نعم. اي نعم. طال عمرك، بعد ضغط اهالي الفريج والفرجان اللي حوالينا قررت خوض الانتخابات، وهذه ثقه، ثقه من الناس. نعم، انا بصراحه يعني القرار هذا كان صعب بالنسبه لنا يعني، بس راح نخوض الانتخابات ان شاء الله. هاي اوراق. كفو والله، والله كفو، انتم طيبين وتسهلون. هذه الاوراق كامله، ها؟ اي نعم كامله، اوراق التسجيل طال عمرك. وهذا بعد عدل 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 رسوم التسجيل طال عمرك. انا هذا وهذا دحام. زين، ثواني بس اطلع لكم الاستمارات. استماراتكم جاهزه؟ ان شاء الله. ثواني بس. اسمعنا موجوده. اي عدل عدل عدل. هذه استمارتك. الله يقدرني ان شاء الله على ثقه ومحبه هالناس، وان شاء الله اخدمهم يا رب. ان شاء الله. ووصل صوتهم. كفو والله كفو. توقيع. هذه بعد. توقيع. شكرا. شكرا طال عمرك. الله يوفقنا ان شاء الله. اللي ما في مصلحه الفريج واهل الفريج. مشكور. شكرا طال عمرك. كفو والله كفو. الله يوفقكم. تفضل. شكرا طال عمرك. سلام. السلام عليكم. عصير. سلام سلام. الله يوفقكم. حليلك يا مرضي ويا حليلك يا دحام. يا جماعه، كل مشاكلكم ومشاكل كل اللي عايشين بالفريج بين عيوني واهتمام شخصي مني انا، بيوت، مزارع، وظائف، علاج، كل شيء ان شاء الله، التعليم. وبعدين في شيء ثاني، ديوانيتي مفتوحه 24 ساعه. وبعد انا اطمنكم، انا بعطي صوتي حق دحام. انت ريال مخالف، كيف بتعطي صوتك لدحام؟ انت داش ضده. انا بصراحه برنامج الانتخابي عجبني، افضل من برنامجي انا. زين، يعني معناتك بتحل مشاكل الطحين وغلاء المحلات والخبز وباسكورتي حق المحل عشان ما حد يسرقني. يا ولدي هذه مواضيع تافهه يا ولدي. في مواضيع بالفريج اهم من هذه. حفر حفر بالفريج، انا كل ما امشي اعثر بالفريج. وبعدين في مشكله مهمه، ترى احنا المتقاعدين لنا حق عليكم يا عيال، يشوفون حل عاد. ما عليك، ابشر ابشر بالخير يا عمي، واي تخاذل ما راح نسمح فيه نهائيا. احنا شباب شباب، ولكن بالغدو ما عندنا شيء. سينما مطعم، سينما مطعم، كروشنا الكبر خسرنا. نبي الزحلاقيه، برشا، اماكن حق العوائل. ايه والاطفال، اماكن سياحيه. تكفى. ايه صح، هذه من اولويات. تكفى. عمي دحام، يلا ورانا، ترى بنزور اربع دواوين، وعندنا عرسين، وعندنا عزة بعد. يلا عزة. تعال لحظة، وين بتروحون دواوين؟ بتروح دشداشتك هذه؟ اي نعم. ما غيرتها، غيرها انت الحين، بتصير ان شاء الله ناخب. والله كلها كشخة وما غيرت. حول الله. الله يستر. والله ان شاء الله احنا نقول هذا لعيالنا، والله يطرح فيهم البركة يا عيال. وانا بصراحة شاك في الموضوع. اي موضوع؟ موضوع ان يوقفوني انا. لا يوقفون يوقفون، بس يقول عندنا عزة. وين؟ روح. شاي شاي يا ابو وحيد شاي. والله ما ادري. حاضر يا جماعة، وأنا ولدكم وبخدمتكم إن شاء الله، وبخدمة أهل الفريج والفرجان اللي حوالينا. معاملاتكم بنيان، علاج، توظيف، إن شاء الله دام معاملة قانونية ما راح أقصر معاك. وهلا هلا بصواتكم حق دحام، عطوني أشوف المعاملات فالكم طيب إن شاء الله. عطوني عطوني. توكلوا على الله، توكلوا على الله. دحام دحام، واللي يعافيك دحام. الله يخليك طلبتك. انت ما تطلبين يا معود، تامرين امر. جزاك الله خير. اقول هذه الرخصه مو راضين يجددونها. ليسن؟ لا مو ليسن، انا عندي مكتب معوض لتوفيق راسين بالحلال دوت كوم. راضين، شوف لي اياها واللي يعافيك. مو راضين تجددون لك الرخصه؟ لا لا انا. لا طيب ان شاء الله. حاضرين حاضرين، اعتبريها ان شاء الله خالص. جزاك الله خير. بس الله الله بالصوت يا ايه، حرم الفريج كلهم عندي. بس اقول لك، اذا فزت لك مني حرمه اتينن احلى وحده في الفريج، بس لا تكون حق مرضيه. يا حلوه معوض، يا حليله. تسلمين. مشكوره. جزاك الله خير. يلا فالك الفوز. يلا نكمل جولتنا على الدواوين. الله الله يا بنات، تكفون عاد، مو تخلون. الله يخليكم. نبي الهمه، نبي الفزع. ترى هذا ولدكم وولد فريجكم، اصواتكم مهمه. الله يخليكم. ابشري بالخير، معاكم قلبا وقالبا. صوتي خو مقطوع. أوكي. ما له داعي اقول، هاو كم مرضيه عندي انا. تنسيني.
جهاز التسلط موجود يا بعد عمري. أصيلة أصيلة يا ظلمو، وسمعي وظيفتك اعتبريها جاهزة، واعتبري عمرك توظفتي واستلمتي أول معاش بعد. إيه قولوا فعل، قولوا فعل. إيه سمعوا، ترى هذا البيت بيتم مفتوح 24 ساعة، أسمعكم ومشاكلكم وهمومكم مشاكلي، ولا تعتقدون أني بتغير وانغر إذا فاز زوجي، لا 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 لا، أنا مثل ما أنا. وإيه عساك إن شاء الله على القوة، وبيتكم عامر إن شاء الله مفتوح دوم. يا بعد عمري أم سالم، موصي أهلك تكفين، ترى أنتوا أصواتكم ما شاء الله، أنتوا عائلتكم وايد. حاضر حاضر، أبشر أبشر بالخير أبشر. يا عاد معروف عنها لا تتغير ولا تتبدل مرضية. إيه آه جيك أنت صالت ساعة بربرين. كم صوت يا معتي؟ 350. عمري ايش دعوه ايش دعوه سويت شيء عمري سعدها تنسين قلنا لك زين ترى يلف يلف على النوم لا لا تحاتيني بعد حياكم الله حييك يا بقيت بعد عمري اخ يا مرضي اخ تعبت صراحه من فريج لفريج ومن ديوانيه لديوانيه ومن بيت لبيت وقايم حق هذا ومسلم على هذا ومجامل هذا تعبت يا اخي تعبت والله مبين عليك وجهك شاحب بس تحمل يا اخوي تحمل افا عليك والله تصدقني راح تشوف الخير يا رب هذا اللي مخليني اتحمل ولا تنسى حبيبي الكرسي اي والله ما في حلاوه من غير نار وصدق انا ان شاء الله ان شاء الله على هالناس واستقبالهم وكلامهم متفائل خصوصا انه شنو شوف كلام الشباب شوف كلام العيايز انا 19000 عيوز بالفريج والفريج الثاني اذا جبت نص الرقم هذا ناجح زين ان شاء الله يا رب يا رب يا رب ومن اللحظه هذه اعتبر نفسك مدير مكتبي لا 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 أنا أبي دراول دراول عادي نحط أي واحد لا 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 أنا دراول دراول بس ترى طلباتهم وايد أهل الفريق صح؟ طلبات أنا خايف إني ما أقدر أوفي بوعدي لا 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 أنا أقول لك حبيبي شلون؟ يعني قول لهم باكر عقب باكر يعني معاملتك إن شاء الله بعد أسبوع اليومين إيه مش حال إيه طلبات حال. وايد ما أقدر استاذ عدنان ابو خير الله اقول يعني دحام ناجح ناجح هذا حسب الاستطلاعات واللي وصلت له اخر شيء يعني يعني تشوف انه 100% ناجح ناجح اي 100% انا اقول 1000% ناجح ناجح ما شاء الله تبارك الرحمن دام ان العم دحام ناجح ناجح زين عيو متى اللي نازلين ضد هذا اللي بيخلونه والله ما حد المتيح الوحيد اللي نازل ضده ضدي انا يعني بس انت نازل يعني ايه بس اعتقد حتى لو ما صوتوا له ربعه ولا دحام ناجح ناجح وهذا الشيء ما راح يكون ضده يعني لا لا بالعكس هذا راح يعطي دفعه ان شاء الله للامام ونتمنى حق الاستاذ دحام النجاح ونتمنى له ان شاء الله ان له النجاح ان شاء الله تقول بنسبه 100% ان شاء الله ودام ان دحام ناجح ناجح ان شاء الله فريجنا طول عمره بيكون بخير وبيصنع شوارب المتقاعدين ان شاء الله يا رب وبيصنع الشوارع واحنا نتمنى له النجاح مع تحيات المذيع عدنان محمد عبد الله جاسم خير الله ناجح يا عيوني هذا كلام المواقع الإلكترونية مو كلامي بروحي إيه يعني أخيراً بتنحل كل مشاكلنا إن شاء الله يطلع الأول مو بس ينجح حبيبتي بيطلع فوق الأول بعد ها شنو صفر يعني ولا سالب واحد المهم الحين شربوا شايكم وخلصوا ترى ورانا ندوة مو تنسونا بيكم متجمعين ومسالم ومحمود وكل عيال الفريج ظلموا أنا موصيتك إيه عندي قلت 300 وإيه وفي أكو كل خير ان شاء الله سندويتش وشاورما وعليكم السمهم الندوه هذه ضروريه انا ما ادري ليش الندوه ما لها داعي ليش ضروريه علشان تقول البرنامج
اي برنامج؟ برنامجك الانتخابي ايش فيه؟ يلا خلاص بس اهم شيء انه ما نطول. لا لا ما راح نطول، وبعدين انت ناجح ناجح ان شاء الله. هاك هاك تقول الكلام ده. اقول يا عيال ترى تعبنا احنا واقفين، ما في كراسي، ايش المغر هذا؟ ما علينا لان الندوه قصيره يعني ما تاخذ دقيقتين ثلاث. اي ندوه قصيره؟ انتم حتى مغر ما عندكم، يبا ما تجي المغرات يوزعون عشاء يحطون ماي، انتم تقولون تعالوا الندوه عشاكم معاكم. بس انا مستعد اختصر لك الندوه يعني دقيقه وراح تروحون ان شاء الله. شو الحكي هذا؟ ما عليه ما عليه ما عليه، تفضل تسال. ما عليه ما عليه. يا جماعه انا غررت خوض الانتخابات هذه علشانكم ومن اجلكم وعلشان همومكم ومشاكلكم وطلباتكم. وحاضر بكل القوانين، قوانينكم أولوية عندي، أهم من بيتي، أهم من نفسي، أهم من أسرتي. الحين يا جماعة الخير اللي عنده أي استفسار بس باختصار لو سمحتم. أنا الصغير أول الصغير. لا الكبير طال عمرك. الله يجزاك خير، أنا أقول يا أخ دحام أخ مرضي، المتقاعدين ما لهم حقوق، ما لهم زيادات. المتقاعدين هم الأساس. والأولوية لهم، إيه نعم، شلون يقول لك الأولوية للقادم من اليسار؟ المتقاعد هو اللي قادم من اليسار. تفضل. أنا. تفضل. إخواني، الحين أنتوا لازم تساعدونا في تقليل الأسعار، أسعار الطحين والخبز غالي وايد، عيب عليكم. مو وقت موبايلات الحين. طحين، لازم تشوفوا موضوع الطحين. إن شاء الله. حرب! حربنا ضد الأسعار، حربنا على تخفيض الأسعار. بالطريق إن شاء الله نخفض كل الأسعار، مواد الغذائية، مواد البناء، الأدوية، كلها إن شاء الله. أنا سؤالك؟ بخصوص حقوق المرأة، شنو بتسوي؟ هذا سؤال، آسف. أي موضوع وأي قانون أو أي اقتراح للمرأة من أولوياتي. دحامة يوز ترى أغار. بس كذي قاعد أقول ضرائم. أنا. تفضلي. أنا عندي سؤال. بغيت أسأل عن الترفيه، شلون عليه؟ الترفيه. الأستاذ دحام إن شاء الله راح يبني مدينة ترفيهية كبيرة بالفريد. وإن شاء الله يعني راح تستانسون. لا تنسون أنا أقول لكم إن شاء الله. إن شاء الله يا معوض. إن شاء الله. أقول لكم ترى موعد باكر التصويت للانتخابات، وحتى لو ما صوتوا حق دحام ترى دحام ناجح 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 ناجح. عندي سؤال. نعم معوض معوض، انت اكثر واحدة سألتيني اي دائرة اروح لها، اي منطقة قدامي. ما يخاف عشان البوفيه بس اقول انا، تكلموا عن حقوق المرأة. الحين الريال ما له حق يتزوج اربع، انا خطاب. خطاب وتخاف علي؟ لا يا معوض لا تزعلي الحريم. لا ما في هذا، احنا طبعا مع اخواتنا كلهم. امروا في سؤال ثاني يا جماعة، طلبات. دحام ناجح يا الله، دحام ناجح يا الله، دحام ناجح، دحام ناجح. مشكورين مشكورين، تواجدكم وتشريفكم لي ان شاء الله امام صندوق الاقتراح. وانا اقول لكم انا ناجح. ودحام ناجح يا الله، دحام ناجح يا الله، دحام ناجح. دحام ناجح. لا تحاتي يا ولدي يا دحام، انت ناجح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اول ما تطلع النتائج ابيك تلبسني البشت. ان شاء الله تامر امر. بس ما ادري ليش اعلان النتائج طول. طبعا يا حبيبي، طبعا يا دحام. لا بيفرزون الاصوات، وانا متاكد انت بتفوز باكتساح يا دحام. حليم حبيبي تكفى، مو تنساني، انا شهرين ما نمت ما شفت النوم من وراك. شفتك عيوني. تكفى. لا تنساني اللي وصيتك عليه. وقته خلاص، فلوسه عندك وجهازه يبنالك، بعد ايش تبين؟ لا تفقرين، ترى الحين بيعلنون النتائج. هس
مرضية ولي عافيت. هذا الملف جاهز، الرخصة فيه، عافية تكفين، كلمي دحام، حريم الفريج كلهم عندي. بس طرارة خلاص ما تيوزون انت واستحوا، خلينا نشوف النتيجة. لحظة لحظة، خلا افتح لايف علشان متابعيني يشوفون اول باول. هذا هو هذا هو طلع طالبته، هذا هو هذا هو. بسم الله بسم الله. سامحونا على التأخير. دحام يا دحام. ايوه دحام يا دحام. دحام يا دحام. دحام يا دحام. أيوة دقيقة. ايوه ايوه دقيقة يا جماعة، دقيقة. اللي فاز يا جماعة ما يحتاج تقول دحام يا دحام. دحام يا دحام. دقيقة يا جماعة، دقيقة. اقول لكم ثواني تحصيل حاصل، خلي يقول نتيجة. واللي فاز مرضي، الف مبروك، لصوت واحد حصلت. مبروك مبروك مبروك. هي هي شنو هذا؟ حتى انت ما صوت لي؟ يا ابن الحلال انا سمعت انه دحام ناجح ناجح، قلت ما صوت لك. اي والله قلنا ناجح ما يحتاج نصوت لك. وانت شهرين تقول ما نمت؟ انا قلت يعني صوتي ما يفرق، ايش دراني؟ قاعد شغال مع الناخبين وحركه، ايش دراني عنك؟ حتى انت زوجتي ما اعطيتيني صوتك؟ بصراحه انا احترت، صرت بين نارين، نار زوجي وخفت تطلقني، ونار اخوي خفت يتبرى مني، من كذي ما صوت. وانا بصراحه ما مداني اصوت، كنت فاتحه لايف. انا طقيت الباب وقالوا لي من يانا هالحزه سكروه. ابي انتي ليش ما صوتي؟ ام 350 وضامنت لك 350 صوت، واعطيني الجهاز، وين؟ ما شفت شيء. بدون مدتين خونوا زين. هم خونوا، انتي وين؟ ليش ما صوتي؟ ما اقدر اصوت. او ليش؟ خبرك القضية هذه زين الحين، يعني انا الفايز زين. انا بعرف انا ما صوت حق روحي وما صوت لك يا دحام. من اللي اعطاني صوته؟ انا اعطيتك صوتي لان قلت انا ناجح. مرضي ناجح يا الله، مرضي ناجح يا الله، مرضي ناجح يا الله، مرضي ناجح، مرضي ناجح يا الله، 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 مرضي ناجح يا الله. ما يخالف يا وليدي، ما يخالف. كلها اربع سنين والله شيء يبكي، ما ادري يضحك اللي صار. كلها اربع سنين ونسى انتخابات مره ثانيه. الله كريم ان شاء الله. الله كريم، ايش بتسوي الحين؟ شو اسوي؟ بعد ايش داخل مدري، احاول ارجع التامين اللي دفعته. والله مرضي ناجح، اي والله مرضي ناجح. مرضي ناجح، روح الله لا يوفقك ان شاء الله. ما عليه يا دحام. تأمين عشان عندي حساب بالقهوة بالسكرة. حياة. خلص Don't fall.
شلون تمشي لحمي.